بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هنعمل سلايم لونه احمر بالشكل الجميل ده، ما بيلزقش في الايد خالص، وكمان هنلعب بيه، هنقول فقرة ايداءات كبيرة جدا. شيروا الفيديو واعملوا لايك، وما تنسوش الاشتراك في قناتي التانية يوميات عالم امي. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم. يلا يا حبايبي علشان نشوف الأحلى فيديو سلايم، إن شاء الله هيعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين عالم أماني، أهلا وسهلا بيكم، منورين الدنيا كلها يا حبايب قلب. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو سلايم طبيعي 100% بمكونات سهلة جدا برضو زي ما طلبتوا باللون الأحمر. هنقول اهداءات كتير جدا، يجي 200 اسم، واللي برضو ما تقلش اسمه ما يزعلش، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول اهداءات كبيرة جدا بإذن الله النهاردة والفيديو اللي جاي، تمام كده؟ واحنا بنعمل السلايم ان شاء الله هنقول الاهداءات. لايك وشير، اقل حاجة 10 من اصحابكم اللي بيعلق لي على الفيديوهات كلها هو اللي بقول اسمه في الفيديو. يلا بسرعة علشان نعمل السلايم بسرعة ونقول الإيداءات وما طولش عليكم الفيديو. النهاردة هنعمل اللون الأحمر اللي اتطلب مني. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة حبايبي عشان السلايم الجميل بتاعنا هناخد معلقة صغيرة كده ملح، تمام كده، وهناخد حوالي نص كوباية مية، مش كتير، تمام كده. وبعد كده هعمل اللون الاحمر بتاعي اهو بالشكل ده، وهدوب اللون ده اللي انتوا طلبتوه اللي بتحبوه جدا جدا، ان شاء الله هيطلع جميل قوي. هزود الاحمر كمان علشان انا عايزاه يطلع احمر جامد جدا. ادوب كويس جدا جدا، ودي اهم خطوة انك تدوبي الملح والمية واللون جامد قوي، مش عايزة فيه اي تكتلات، تمام كده. هو بالشكل ده يبقى حطينا مية وحطينا ملح وحطينا لون احمر جميل. اللون الاحمر بتشتريه من عند العطار، من عند العلاف، الوان طبيعية ومش ضارة يا جماعة. وبعد كده بعد ما دوبت الملح والمية كويس جدا واللون، هبتدي احط دقيق حبة حبة، وما تحطيش كمية الدقيق كلها، تمام كده. احنا بنعمل حاجة علشان انت تعمليها لأولادك بايدك وتكوني ضامنة انها مش ضارة. خلي بالك حبيبتي اللي بتسمعني، متابعتي ومتابعة القناة، اني انت لما بتعملي الحاجة دي السلايم في البيت لولادك بتبقى حاجة طبيعية مش ضارة ليهم، لان السلايم اللي برة فيه مواد غير طبيعية وبالتالي ضارة جدا. عايز اقول ان لو وقعت على الهدوم مثلا بتبقى زي المادة الحارقة، فما بالك بقى لو الطفل حبيبتي طفلك حط ايده مثلا حوالين بقه وكده، فما ينفعش طبعا، ده هيضره، هيضر صحته جدا جدا اذا كانت بتحرق الهدوم اصلا، فما بالك بقى هو بالشكل ده، فما بالك بقى الصحة بتاعتنا، يعني لما الهدوم تتحرق يبقى صحتنا هيعمل فيها ايه. فعلشان كده احنا بنحاول نسعد اطفالنا، بنحاول نسعد حبايبنا الصغننين الامارات، وانا عندي اطفال وبعمل لهم هم كمان علشان يلعبوا اللون اللي بيحبوه، تقومي تعمليه لهم علشان ما يشتروش اي حاجة ضارة من بره. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان لازم اي حاجة بنعملها نقول بسم الله، تمام يا حبايبي. احط شوية بشوية، يعني حوالي نص كوباية دقيق ممكن تستخدمي للسلايم بتاعنا بتاع النهاردة اللي هو السلايم الأحمر، تمام كده. اللون ده احنا لسه ما عملتوش في القناة خالص،
وانتوا طلبتوه بتحبوه، وانا مقدرش ايه اعمل اي حاجه انتوا طلبتوها مني، مقدرش ما اعملهاش في القناه. تابعوا كل الفيديوهات، مش بس فيديوهات السلايم، انا بعمل حاجات حلوه كتير قوي، وبعمل صابون قطع وصابون سايل، بعمل كل انواع الصابون. شايفين ابتدى يتقل ازاي؟ يا ربي يعجبكم ان شاء الله يا حبايب. ما تنسوش اللايك وشير للفيديو، شيروا الفيديو يا جماعه وشهروا القناه عشان القناه توصل لاكبر عدد من اصحابنا. تمام كده، احنا بنعمل حاجه بتسلينا وبتسلي اولادنا. زي ما انا بعمل كده حبه حبه، ما ينفعش تجيبي مثلا زي السؤال اللي جالي كيلو دقيق مره واحده وتعمليه ازاي، لا طبعا، لا حبه حبه. نجح معايا اعمل حبه تاني لغايه اما اخلص الكميه انا محتاجاها، انما ازاي اعمل كيلو دقيق مره واحده السؤال اللي جالي، ما ينفعش يا جماعه طبعا. شايفين الجمال؟ لسه طبعا عايز تاني. الله على اللون والروعة بتاعت اللون، شايفين اللون؟ احط تاني، احنا قلنا حوالي نص كوباية دقيق، اكتر اقل مفيش مشكلة. نفضل نعمل كده لغاية ما ينجح معانا، ما نتضايقش بسرعة يا جماعة. بنحط الملح علشان المطه بتاعت السلايم بتاعي. بصوا لسه في دي اهو، مفيش اي حاجه انا طفيت عليها ولا خبيتها. تمام كده، بصوا ابتدى بقى ايه يلم من الطبق، مفيش اي دقيق. وبعد كده هنحط المكون الاخير. عايزه اقول الملح قلنا عشان المطه بتاعت السلايم، ماشي. اما بقى المكون الاخير ده علشان اللمعة بتاعت السلايم، يديني اللمعة ويساعد برضو على المطة بتاعت السلايم وما يخليهوش يلزق في ايدي. تمام كده، يلا بسرعة علشان نخلص السلايم ونقول الاهداءات. كده خلص معايا السلايم بتاعي زي ما احنا شايفين كده، هبتدي احطله الدقيق عشان اعرف امسكه في ايدي ونلعب بيه بقى مع بعض. وهقلب بقى الزيت، وادي الزيت اهو بالشكل ده. بصوا ايه اللون الجميل ده يا طنط اماني، ايه العسل ده، ايه الطعومه دي كلها اهو. بصوا بقى اصبح ما بيلزقش في ايدي، ليه؟ علشان الزيت. بصوا المطه، الله على اللون الجميل. طبعا كل ما هتلعبي بيه اللي مش هيقطع منك بالشكل ده. الله يا جمال اللون يا جماله يا طنط اماني، يا عسل. انتوا على فكره بتقولوا لي هدايات جميله قوي قوي، انا بفرح بيها جدا جدا، وبقعد والله اضحك عشان خفه دمكم الجميله دي اللي بتقولوها لي والكلام الحلو اللي بتقولوه ده. بصوا الجمال، يلا بقى نلعب بيه، نشيل بقى الطبق كده ونقعد نلعب بيه. مفيش حاجه بتلزق اهو، ولا حتى اللون بيطلع. ايه رايكم في الجمال ده واللمعه الجميله دي يا جمال؟ بصوا مفيش حاجه لازقه ازاي وانا بلمه، شايفين سلايم في البيت. بالنسبه للناس اللي بتقول ان السلايم الدقيق، الناس اللي بتقول ان سلايم الدقيق فاشل، جربي الاول وبعدين احكمي. وبعدين انت بتعملي حاجه طبيعيه ما تضرش اولادك. ليه فاشل؟ ليه فاشل؟ امال اللي هي الحاجات اللي بتتباع في الشارع اللي بتضر الصحه وبتجيب تسمم وبتحرق الهدوم لو وقعت عليها، هو ده اللي مش فاشل؟ مش معقول.
انا بدور على اكتر حاجة ما تتعبش ولادي. انا عن نفسي اللي مش بيعجبه سلايم الدقيق يشتري اللي هو بيضر الصحة. طب يلا بسرعة نقول واحنا بنلعب كده الاهداءات والفقرة اللي كلكم بتحبوها وبتستنوها. اهداء لجنى وملك ونوران وسارة وليلى ورهف أسامة وجودي دحدوح ويسرى أو يسري، أنا مش عارفة الحقيقة، وضحي لي أنت يا يسرى. يسرى من الجزائر. نريمان ورضا وسيلة من مصر، أنا كده قلت اسمك صح. جوليا. هبة من المغرب. وإهداء لحبيبة وإهداء لكنزة من المغرب، أهلا بك يا كنزة صديقة جديدة. وإهداء لجوهرة ووصال وكمان وإهداء لحجاج بيقول بحبك قوي وشيرت كل فيديوهاتك، شكرا يا حجاج. وكمان هبة وهالة من الجزائر وجنى عبد الحميد ولمار فهد ومنال من الجزائر ويوسف أيمن خضر وحبيبة حمادة وبسملة وبتول موسى وحنين وإسراء. وإهداء لرؤية من العراق وريهام وفاطمة فطومة وصال ليلى زهورة ريتاج من الجزائر وهانيا حبيبتي وكمان آية حبيبتي ومريم حبيبتي وفاء وسجدة، أهلا بيكي يا سجدة، أنت حبيبة قلبي يا سجدة والله. تعليقاتك حلوة قوي وجميلة قوي، وسجدة مشيرة وشايفة كل الفيديوهات بتاعت القناة حتى اللي مش سلايم، شايفين جمال السلايم. فاطمة الزهراء ونوران عيسى وجودي إيهاب وحلمي إيهاب حلمي وجوجو